بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج خرج ولم يعد أو سلسلة خرج ولم يعد. عنوان قصتنا اليوم عن رجل تم النصب عليه أو سرق منه 300,000 جنيه ورجعوا بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد كان بيشتغل تقريبا في البورصة وبيضارب بالأموال، يعني لما يكون واحد شغال في البورصة بيكون أقرب إلى التحليل الاقتصادي للعرض والطلب، وعنده حاجة اسمها التنبؤ أو خطوط التنبؤ والانحدار، أو في حاجة اسمها الإكسبيشن التوقع، وده بيكون التباين على الانحراف المعياري، حاجة كده إحصائية يعني. والإكسبيشن أو التوقع له معادلات إحصائية معينة في علم الإحصاء الوصفي أو الإحصاء الاستدلالي. الناس اللي هم في كليات التجارة أو في أي حاجة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية أو الاقتصاد والعلوم السياسية، هم اللي يفهموا كلامي في بعض المصطلحات دي شوية. ولكن حتى نيسر على القارئ الغير متخصص، هنهرب من هذه المعادلات الإحصائية شوية لعمليات البورصة والمضاربة، وهنشوف إن نقول إن فيه واحد يعني موظف في البورصة وبيجمع مثلا عملاء كثير عن طريقه، وهم بيأمنوا واحد شغال في البورصة لأنه عارف التحليلات الاقتصادية وعارف الأسهم إمتى تتباع وإمتى تشترى وهكذا. فاعطوله 300,000 جنيه، مجموعة أصدقاء اعطوله 300,000، ولكن هو تم النصب عليه من 300,000 واحد سرقهم منه. طبعا هم أمهلوه فترة محددة وأخذوا عليه الشيكات وقالوا له فلوسنا ترجع، وإلا إن إحنا هنرفع لك قضية في المحاكم. طبعا أكثر من واحد، لأن 300,000 اتعملوا بأكثر من شيك فيتبهدل في المحاكم. انتبهوا الهم والغم، لأن هم البعض منهم أو قد يكون كلهم شكوا إن هو أخذ الفلوس وادعى ان في عملية نصب عليه وتم سرقة الفلوس. في الحقيقة ان هو يعني لم يعرف ماذا يفعل، فقال لأحد الصالحين الموظفين على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا حدث لي كذا وكذا وانا مهموم. فقال له أوصيك بالصيغة الإبراهيمية فقط، بأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكسر من الصلاة على النبي فيها وتكررها دائما ولا تنشغل بأي شيء. يعني لا تقول أنا صليت يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا كذا. ففي ناس بتبقى تصدعنا، يعني ما احنا نقول لها نصلي قد إيه؟ طب كم مرة؟ طب إزاي؟ طب الصيغة؟ تحس ان هم ناس تافهه، كانهم خلقوا لكي يموتوا. لا تنسى نصيبك من حياه الدنيا مش عندهم ابدا. انا بحب الفهم يا ناس، يا ناس انا بحب الناس اللي بتفهم. اما الناس اللي عندها عقل محدود دي انا ما عنديش مراره لي. ممكن يكون حد تاني غير عنده مراره، انا ما عنديش مراره لهم ابدا. أنا راجل عملي، ما بنحبش صفصفة ولا فلسفة ولا قصر الكلام ولا تضيع وقت. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسألش عن العدد حتى لا تكون دخيلة. اللهم صل على النبي، بيقول أنا جلست أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، وبعد 3 أيام اتصل بي
من قسم الشرطة، قالوا لي تعالى نحن قبضنا على السارق ومعاه 300,000، ربنا قيده. قيده ازاي؟ لم يصرف منهم جنيه واحد ابدا. ال 300,000 كاملين، اتفضل يا عم خد فلوسك كامله، 300,000 بالتمام والكمال. هنا عرف فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصه تفكرني بشيء، خلي بالك، فاكرين الخمسة مليون جنيه وانا كنت في ليبيا؟ القصه دي موجوده ومشهوره على النت، ولكن انا قفلت التعليقات فيها يعني من مدة أسبوع ليه أو ثلاثة أيام. في ناس بتسيء الفهم. في واحد قال لي إزاي تاخد 5 مليون جنيه أنت وزميلة؟ هل أنتوا فكرتوا بالناس الغلابة؟ إديت لهم فلوس ولا لأ؟ كسيتوش عريان؟ أطعمتوش جائع؟ طب قول لي على ناس كده اتصل عليهم، قول لي على واحد او اتنين انت عملت فيهم خير. هو بمخه، مش عايز اوصف وصف تاني، فكر ان الخمسة مليون لنا، 5 مليون دول جنيه مصري لاكثر من 150 فرد كان لهم مستحقات في ليبيا من 5 سنوات و10 سنوات و15 سنة، يعني مش لنا. انا كنت جديد رايح لسه، والمهندس اللي جالس معايا في الفيديو هذا ده هو اللي كان هناك قبل ب5 سنوات وفلوسه راح. وانا لما ذكرته بالحديث اللي هو يوم الجمعه، فربنا جبر بخاطري، لانه هو نفس المهندس ما كانش مصدق، مش مصدق الحديث ده ولا داخل في دماغه ولا له علاقه بالصلاه على النبي ولا الكلام من ده. هو همه يلم فلوس وخلاص، ولغايه الان همه يلم فلوس، مش همه الصلاه على النبي، لا همه الدنيا. انا لما جبت كلمته، هو اتكلم عن نفسه، يعني انا كنت وسيله، يبقى انا ما خدتش فلوس. الفلوس لما جت ربنا اظهر القلب. واحد يقول لي لا الحديث ده ضعيف يا شيخ، ما تجيب لنا متن الحديث. يا انت شوف الامر في حقك ولا لا، تحقق والفلوس جت. اي ما تقعدش تقول ضعيف وصحيح وانت ما تعرفش حاجه، لا في الضعيف ولا في الصحيح. بلاش حديث خالص، صلينا على النبي وقلنا الله كل والله احد، موجوده في القران ولا لا؟ والصلاه على النبي موجوده في القران ولا لا؟ اللهم اغفرني بحلالك عن حرام واغفر من فضلك عن نفسك 70 مره، حديث عن النبي عليه السلام ولا لا؟ خذ الثلاث حاجات متفرقه، بلاش الحديث على بعض. موجودين؟ ايوه. ربنا قدر حاجه؟ ايوه. قبل ما نخرج من المسجد؟ نعم. اذا الامر تحقق، يبقى أنا ذنبي إيه لما أحكي لك حاجة زي كده؟ وفي واحد يشتمنا ويسبنا، واحد يقول والله أنت كذاب، كاتب لي كده والله أنت كذاب. طبعًا دول بنحذرهم من دخول القناة. ليه؟ هما الناس دول يعني لهم حق في اللي بيقولوه. ليه؟ لأن هما عايشين في ظلام على طول. ما يعرفوش فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وانا هسيب لكم رابط هذا الحلقه بتاع الاخ اللي هو راجعت له الاموال، بحيث تشجعه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكسره من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي بكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.